السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ الكريم ديالنا. حفظك الله للا بشرى. الله يحفظك وينجيك حيت كتوصل النداء ديال الناس المستضعفين والناس المظلومين في هذه الدنيا، والله اللي غادي يجازيك بكل خير. العفو بنتي العفو، ده واجب من الواجبات. الله يحفظك وينجيك. بارك الله فيك بشرى. أنا أستاذ كريبة الله يحفظك وينجيك، كان وقع لي واحد المشكل. كنت ساكنة، جيت لقيت السكنة ديالي مسدودة بفراشها، مع أن احنا كنا كارين مدة زمنية قديمة ما يزيد على 90 عام، كان الوالدين ديالي والأجداد ديالي تمك، وبالتالي صدقت مشردة في الزنقة، ما تبلغت لا بحكم الإفراغ لا والو، يعني مخالفة القانون من ناحية الإفراغ اللي ما عنده حتى شي مبرر، زائد ما عدم تبليغ، وبقي مع هذاك السيد اللي شردني اللي هو ملتزينا، يعني كيعقدوا غير بكونترا، وحنا حنا مستفيدين بجوج حنا وياه. انا يا كنت في ديك الساعه يلاه تحصيت بشي 6 شهور قبل ما يدير لي هذا، قبل ما يسد لي السكن. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ليلى لا لا بشرى، كنتمنى ان نسمعوا المشكل ديال لاله بشرى، وربما هو مشكل يبدو انه مؤلم. كنتمنى ان شاء الله اقدر يرجع للمكالمه. اطلب من اخي سامي في الاخراج وفي تلقي المكالمات اذا كان ممكن انه يرد لنا المكالمه ديال بشرى، وربما بغات تكلم على موضوع اللي هو كيعانوا منه واحد المجموعه ديال الناس اللي صاروا مشردين ومحتاجين الى الايواء، وهذا حق من حقوق الانسان. لا حول ولا قوة إلا بالله، قلوبنا مع كل هؤلاء المستضعفين في الأرض، لأنهم راهم منا وإلينا، راه إخواننا وأخواتنا. كيف يطيب لنا العيش الكريم حنا نمشيو لديورنا ونجلسوا مع وليداتنا معززين مكرمين في الدفء، واحد المجموعة كنلقاو مشردين كيناموا في الطرقات وكيناموا في على أبواب المستشفيات أو في المراكز ديال المحطات ديال الحافلات أو غيرها، والشتاء والبرد والحر وقلة النظافة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مشكل كثير، ربما كنتلقاو دائما في الإذاعة كيجيو ناس مساكن أسر بكاملها، كتجي أسر بأولادها وبناتها، بعد مرات كيجلسوا في الباب ديال الإذاعة كيقول لك حنا جينا عندكم لقاو لنا حل. كنقول لهم حنا غير مؤسسة إعلامية بسيطة، لا لقوا حل، وكنسعوا باش نلقاو شي حل. الحل غير فردي بسيط جدا، كنقول شوف قلب على شي مكان ديال الكرة في شي منطقة اللي هي تكون متواضعة في المدينة القديمة أو ما جاورها، وتكون ثمن السومة الكرائية بسيطة، وحنا غندبروا على الثمن نأديوه، وكنأديو الثمن. دابا لحد الساعة واحد 10 ولا 15 واحد تقريبا، هكذا هذا هو الحل اللي عندنا نقدر نقدموا ليه. كيمشي لشي منطقه، حنا في الدار البيضاء كيمشي مثلا للمدينه القديمه، او كيمشي لدرب غلف، او كيمشي لليساسفة، او كيمشي سيدي مؤمن، واحد المنطقه اللي متواضعه في السكن. كتقول لي اختار سكن يكون متواضع وسومه كرائيه مقدور عليها، وغندبروا ان شاء الله نخلصوا لك هذيك السومه غير باش تجمع وليداتك وتجمع دوك الصغيورين على البرد وعلى الحر. ولكن هذا حلول ترقيعية كتبقى دائما صعبة، صعبة لأن واحد الوقت الكاهل ديالك كيتوقف، القدرة كتوقف، والمشاكل هي كثيرة. هذا مشكل دولة، مشكل مجتمع، وخصو لابد أن المال العام والمسؤولين عن الشأن العام يتدخلون دوما وأبدا، هذا هو الدور ديالهم، تدخل باستمرار لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الفئة المستضعفة من أبنائنا وبناتنا. ونطلب الله سبحانه وتعالى بفضله وجوده ورحمته أن يفرج عن الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربنا هو القادر على كل شيء. البشر كده غير الأسباب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق من حيث لا نحتسب. نسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بشرى، السلام عليكم. ألو. السلام لالا. ألو، السلام عليكم. مرحبا لالا. الله يجزيك بخير أستاذ كريبال، الله يحفظك وينجيك. الله يجزيك بخير على هذا النداء اللي كتوصل ديال الناس المظلومين والناس الفقراء. أنا بحال دابا أنا أستاذ كنت ساكنة واحد السكنة مع الوالدين ديالي، فبالتالي دار الإفراغ بدون مبرر، بدون مبرر زائد مخالفة القانون، حتى في التنشيد ما تبلغت لا بنسخة الحكم لا والو. كيف يعقل إنسان كان ساكن، كنت ساكنة أنا خارجة نقضي بعض الحاجيات، جيت لقيتهم سدوا لي السكنة ديالي بفراشة. احنا زعما احنا في دولة مسلمة، كيف يعقل ينكلوا هكا بختهم مسلمة يعني بدون مبرر؟ نكون ساكنة تنولي مشردة في الزنقة وأنا على خلق حسن. بشرى، واش تقدمتي بشكاية للمسؤولين في الأمن أو في الوكيل الملك أو كذا؟ درتي شكاية؟ تقدمت بشكايات بعدة شكايات. أول شكاية درتها للوكيل جلالة الملك، وكتبقى الشكاية كدور عند النواب ما تنتلقى حتى شي جواب. ودرت شكاية عند البوليس، وملي كنبقى كل مرة كنجدد الشكاية كيبقاو المحكم يعني المحكمة كيصيفطوني عند البوليس، والبوليس عاود كيردوني المحكمة. ما كنتلقى حتى شي جواب ملي ملي واحد الأستاذة بدون ذكر الاسم ديالها، النائبة الأخيرة اللي جا عندها الملف ديالي يعني الشكاية، كانت دارت واحد المراسلة للبوليس باش يخرجوا يديروا معاينة على أن الفراش ديالي تمك وداك الشيء، وعلى أن تمت المخالفة القانون في التنفيذ. يعني بلي راه هرسوا القفولة بلا أمر ما عند الوكيل. وملي وصل ملي البوليس توصلوا بهذاك الرسالة ديال نائبة وكيل الملك باش يخرجوا يديروا معاينة، ما بغاوش يديروا لي المعاينة. وبقيت هكا كانت طالعه هابطه شحال من كتبت الوزير العدل بدون ذكر الاسماء. المهم كتبت الوزير العدل، ورغم انني كنحترم القضاء ما عمرني عرفت على ان زعما عندنا هذا الظلم وصلت لهذه الدرجه باش انسان يكون ساكن تيصدق في الزنقه وبدون تبليغ بلا ما نشوف لا حكم الافراغ، بلا ما يعني بدون اعطاء فرصه للاستئناف، مع العلم ان كانت احكام قضائيه للصالح ديالي. بشرى، هذا الشيء شحال باش وقع دابا؟ هذه استاذ هذه 3 سنين ونص وانا في الزنقه، وليت كنبرك في المحطه، وليت عرضة للاجرام الاغتصابات يعني انا وليت محرومه من ابسط الحقوق ديالي اللي هو السكن. وليت بعد ما كنت ساكنه وبعد ما تربيت وترعرعت تحت الاحضان ديال والديا يعني اللي والجدة ديالي أم الأب ديالي اللي تكفلت بيا وربتني تربية حسنة، وليت دابا أنا ناعسة في الزنقة. وهادي 3 سنين ونص وأنا دقيت جميع البيبان، والباب اللي دقيت كيسدوا في وجهي، مع أنني كنحتارم الناس ديال القضاء وكنحتارم المسؤولين، ولكن أنا ما زلت مشردة. وكيف يعقل بلد إسلامي ديالنا يعني هكا يوليو ينكلوا بالناس المواطنين، مع ان الناس يعني المكتري عنده الحقوق ديالو كما المكتري توا عنده الحقوق ديالو. بشرى، العقد ديال الكراء، العقد ديال الكراء كان في اسم من؟ في الاسم ديالي. لا اله الا الله. كان ادي الواجبات الصومه الكرائيه في صندوق المحكمه. هو كان في اسم الوالد من قبل، ومن قبل كان في اسم الجد،
عاد انتقل لك انت. كان في الاسم ديال الجد ديالي، ومن بعد انتقلت لي مباشره العلاقه الكرائيه من جده الحفيظه. ومن بعد ملي تفرغتي فين لقيتي المأوى؟ فين مشيتي عند العائله؟ مشيتي كريتي؟ ما مشيت عند حتى شي واحد. كنت حاولت نكري وما كنلقى، ما كنلقى طبق غالي، ما كنلقاش. ومع هاد الوقيته بغيت نحاول زعما نستقر في الكرا، وهذا ما كانوا ضربوني، وذوك الناس اللي كانوا سدوا لي السكنه ديالي. نعم. هذاك مولد زينه ملي بغيت نحاول نهرس القفوله ديالي، نزلوا عندي ولادو ضربوني، قطعت لي واحد العصبه في صبعي ديال اليد اليمنى، ما بقيتش قادره نخدم صافي، ما بقيتش عارفه راسي، ما غاديش نقدر نتحمل المصاريف ديال الكرا. كنت بقيت هكا كندور عند الناس ديال الدرب، البعض منهم كنمشي هكا كنعس عند الجيران مره. من بعد ما بقاتش عطاتني النفسيه ديالي، والناس ما كاينين جيران تما عندهم وليداتهم كبار، وداك الشيء احتراما ليهم، وداك الشيء حشمت، ما بقيتش قدرت. انت بقى شابه، انت شابه لاله بشرى ياك؟ نعم استاذ. انت شابه، ربما عندهم وليدات كبار كذا، حرج. الناس اللي الجيران ديالنا واحد الجاره ديالنا الله يجازيها بخير، كانت غير دوك الايامات مده ديال واحد 3 شهور، بقيت هكا كنعس عندهم. قالت لي هاجي، حنا عارفين والديك وعارفين الخلق ديالك وهذا، وهذا الشيء اللي وقع ليك. قالت لي حشومه عليهم هاد الناس اللي غادي اللي شردوك بحال هكا بطريقه عشوائيه. المهم بقيت معاهم مده ديال 3 شهور، بعدا مستقره على الزنقه وهذاك الشيء. ومن بعد بقيت كنبرك حدا الكوميساريه ديالنا الدائره السابعه للامن الوطني، بقيت كنبرك تما كاينه واحد المده، حتى رجال الامن ما بقاوش خلوني نبرك تما. كوليس كنمشي كنبرك تما حتى للكمال. لا حول ولا قوه الا بالله. كنبقى باركه فوق الكرسي الكامل، وكيكرفصوني سكيورتي تما. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انا كنحس براسي الحياه ديالي ضاعت، حتى بعض المرات وليت كنحاول انتحار. الله يحفظك. كل الايمان القوي، لكن كيغلب عليا الايمان القوي والتربيه اللي مشات عندي، رغم الوالدين ديالي ما بقاوش معايا، بقات عندي ديك التربيه الحسنه والايمان القوي بالله. اللي كنا ماشي الايمان القوي بالله والتربيه الحسنه كنت غادي ننتحر. ولا لا اله الا بشرى. لا اله الا الله. قولي بنتي، ما سبقتش تزوجتي؟ كنقول حسبي الله ونعم الوكيل في الظالمين المتعدين. انا ما عمرني تزوجت. شحال دابا العمر ديالك بشرى؟ ما عمرني تزوجت. شحال العمر ديالك تقريبا دابا؟ انا في عمري دابا 44 عام. لا اله الا الله. واش ممكن ديري في الحياه؟ تخدمي، تلقى شي فرصه ديال العمل؟ بس فرصه ديال العمل بحال نقدر، بغيت كنقلب دابا غير نخدم شي مدرسه غير باش على الاقل غير نستقر، حيت ما عنديش وما عنديش القدره الزاد باش غادي نخدم بصبعي. كنت بغيت نخدم الميناج وداك الشيء، والصبع ديالي كيمرض ليا كل مره. كنت كنمشي باش الطبيبه ديال الحومه باش كتعطيني مسكينه لي زونتيبيوتيك من عندها، وهذاك الدواء غالي، ما بقاتش ديك الطبيبه قدرت تحمل المصاريف ديال هذاك الدواء اللي كان، حيت ملي كنخدم به في الماء كيخمج ليا صبعي وداك الشيء، ما بقاتش قدرت شري لي لي زونتيبيوتيك هذيك الطبيبه. وصافي دابا كنقلب، دابا كنقلب غير على شي مدرسه غير على الاقل باش نقدر لا استقرني في شي بيت، نقدر نخلص الكرا، حيت عندنا انايا ثمن باهظ ديال الكرا ديال البيوت. انا خصني 16 و 18000 ريال مع الكرا والماء والضو كيجي غالي. خصني دابا 18000 ريال في الشهر، وانا ما بين يد الحيله، انا انسانه ضعيفه وزاد كمل لي هذا الصباع. بشرى، هاد المده كلها 3 سنين انت مشرده في المحطه وفي الازقه، باش كتعيشي يا بنتي؟ اش كتاكلي؟ اش كتشربي؟ ما كنلقاش ما ناكل استاذ. كنضطر نمشي عند شي مول الحانوت، حيت كنحشم نطلب الناس اللي كيدوزوا هكا في الزنقه، كنحشم نطلب ما ناكل. كنمشي عند شي مول الحانوت وكنستعطفو، وكيعطيني شي اللي عطاني كناكل، ومع انني مريضه بفقر الدم. لا اله الا الله. انا ما عمرني كنت كنسحب غادي نوصل هاد الدرجه، ولاني الحمد لله. بشرى، انت غادي في الزنقه اش كتهزي معك؟ واش لابسه غاجل لابيتك، ولا هزه معك شي حاجه؟ الا بغيت تبدل حويجاتك، الا بغيت تغسلي؟ لا ما كنلقاش لا فين، ما كنلقاش استاذ لا فين نبدل حويجاتي. حويجاتي ما بدلتهمش دابا المده ديال 7 شهور،
وحوايجي فوق ظهري، ما لقيتش فين نبدل حوايجي، ما لقيتش فين نعوم، ما لقيتش فين نعس. وصدقت مفرده في الزنقه والحمد لله على كل حال. كنت كنقلب على ما يساعدوني خوتي مسلمين إن المحسنين والمحسنات، وكهم اللي ما لقيت شيء. انا توجهت للاذاعه ديال الاستاذ كريبان الله يحفظك. لا اله الا الله، الله يفرج يا ربي بنتي بشرى، الله يكبر بك الناس، انت والناس اللي معك وحتى كافه المستمعين. لا اله الا الله، المحسنات والمحسنين الله يجازيهم بخير. ومن هذا المنبر كنوجه حتى رساله للمسؤولين يشفقوا من حالي. انا ما بغيت والو استاذ، بغيت انا غير استقرار، بغيت غير نلقى في الناس، لان ما مالفاش ديال الناس في الزنقه. كنت مربيه ما بين الاحضان ديال والديه، ما نقدرش نبقى مستمره حياتي هكا في الزنقه. انا من هذا المنبر كنوجه للمسؤولين واحد الرساله، بس غير يرجعوا لي الحق ديالي، ولا غير على الاقل غير الاستفاده ديالي، بما انهم اللي انا غلبته في اخر دعوه، داك السيد منزينه ملي غلبته في اخر دعوه ديال التوسع، قلت لهم عنده زوج طبقات وكذا، مشى دخل من واحد المدخل اخر، عرس الطبق الثاني ديال السقف ديال الطبقه الثانيه ديالو، وقال لهم الطبقه الثانيه ايرا السقوط، اذا الدار ايرا السقوط، رغم ان الدار ما ايرا السقوط لا والو. الا دابا انا كنطالب غير مسؤولين غير ينصفوني. الا ان شاء الله انقطع الخط مره ثانيه مع بشرى للاسف، وان شاء الله الكلمه الاخيره فيها فائده. كطلبي من المسؤولين ينصفوك. واللحظه اتصلت بنا واحد الشريفه، واحد الاخت فضيله لاله نعيمه، اللي كتقول بان الاخت ديالها محاميه، وكتقول بانها مستعده انها تترافع لمصلحتك ولفائدتك. فانا نعطيها الرقم ديالها، غنتواصل مع الاخت المحاميه اللي عندها رغبه انها تساندك وتترافع من اجلك وتشوف القضيه ديالك، وان شاء الله يكون الانصاف. الحمد لله راه بلادنا زينه واهل الخير موجودين في كل مكان. شحال ديال الناس بحال بشرى جاو عندنا الاذاعه بالعشرات، وكتقول اش غندير لهم؟ نتسناو المحاماه ونتسناو القضاء ونتسناو الحكم ينطق. هما الان في البرد، هما الان ايام الشتاء وايام البرد وايام الحر. فكانت الطريقه البسيطه والعمليه اللي كنقوموا بها، وهي كنقول لي سير قلب على اي مكان عجبك بغيت تسكن فيه، سير قلب غير يكون ذاك المكان متواضع. غالبا اللي باقي في البال ديالي، احنا كنتعامل معهم واحد المجموعه مشاو للمدينه القديمه ديال الدار البيضاء حدا الميناء، او كيمشي وحده درب غلف اللي كاين تما واحد الاحياء متواضعه، او كيمشيو لمنطقه ليساسفه اللي فيها حتى هي واحد السكن متواضع، او كيمشيو لسيدي مؤمن وما حوله، وكيقول لك لقيت بيت ب 18000 ريال، بيت وكوزينه ب 24000 ريال، دويره صغيره ب 30000 ريال، هذا هو الجهد. وكتقول لي صافي انا غنتصل بمول المحل وغنقضي الغرض بينه وبينه. ومول المحل فعلا الله يجازيهم بخير، كاين بعض الناس فيهم الخير، كتقول لي فلوس كتلقاهم كل شهر، وكيعطي الساروت للسيد وكيعيش. دابا الحال راه معيشين واحد المجموعه خصوصا اللي عندهم الوليدات، مازال كيكون مازال كبير في السن او بوحدو كتلقى صعوبه انك تعاون واحد معاون، ولكن اللي عند الوليدات كتسنى يلقى شي حل. والامر يطول، ولكن اللائحه طالت واتقنت كاهلنا، لقينا صعوبه باش نلتزموا بها هذه المده كلها. فكنطلب ربي سبحانه وتعالى المسؤولين عندنا في هذا البلد الامين انهم دائما يركزوا على الجانب الاجتماعي، كما كان صاحب الجلاله حفظه الله ورعاه في خطاباته كلها في جميع المناسبات الوطنيه، في عيد العرش، في عيد الاستقلال، في المسائل الخضراء، في ذكرى المولد النبوي الشريف، في الذكريات ديال عيد الفطر السعيد، كان دائما في الانشطه ديالو كيركز وكيوجه الخطاب للمسؤولين للعنايه بالشان الاجتماعي اكثر واكثر. وهاد الناس هادو راهم في واحد، ماشي فرد او فردين، راهم اعداد كثيره وكثيره جدا. اللي بغى يعرفهم يمشي للمحطه ديال ولاد زيان يدير واحد الجوله، راه كنمشي مره تما، ولو ندي لهم غير الطعام والشراب، ولكن للاسف لا اله الا الله. كاين اللي كتبغي تقلبي على خدمه، علاش ما تخدمش؟ كاين بعض العائلات كنلقاو عائله كبيره، بحال اخر مره واحد السيده حتى هي جايه من الشمال، والمشكل ديالها شنو هو الحل؟ واحد السيد كنعرفو مزيان، الام جالسه بوحده في الدار، الولاد تزوجوا والاب مات، بقات بوحده في الدار، خاص غير اللي يونسها
غير اللي يوكلها ويشربها ويونسها. وفعلا جات هذيك السيده وجلست معاهم. اخر وحده اللي كانت مؤثره للغايه جات عندنا هنا الاذاعه من مراكش، واحد السيده باين عليها العز، باين عليها بنت عائله، كتبكي قالت انا جيت عندكم انا شوفوا كديروا ليا. هز باليستها واحد الصويك صغير وعينيها في الارض، بغيت لقاو ليا غير شي حل، ما بغيت ما تغار فين نجلس. دقينا الابواب قلبنا، جاب الله واحد التيسير، واحد الناس غير معرفه، علاقاتك مع الناس معرفه، لقيت واحد العائله عندهم وليدات خاصهم شي خدامه تخدم عندهم. ديتها عندهم قالت لي انا ماشي خدامه، انا بغيت غير نجلس معاكم، انشقى ونطيب وكل شيء ونربي الوليدات، اعتبروني واحده منكم. فعلا لقوها الحمد لله نظيفه ولقوها صالحه، و ما عرفتش شكون هي، ولكن الحمد لله اثبتت بسلوكها بانها نظيفه وانها مصليه، كتفيق مع الفجر وفيما كتسمع الاذان كتنوض تتوضا وتصلي، وملي كتسالي الاشغال ديالها كتقرا القران الكريم. كيمشي الرجل والمراه للخدمه، كيجيو كيلقاو عندها جوليدات، كيلقاو ولادات الحمد لله واكلين شاربين، الامور مزيانه، فرحوا. ولات هذيك العائله كتقول لي كنشكروك جبت لنا هديه، كل خدامه كنجيبوها وكتنعطاها واحد الثمن غالي وما كتصدقش، وهذه صدقات الحمد لله، كنشكروك على هذه النعمه. قالت لي انا ما بغيت فلوس، انا بغيت نجلس معاكم. وبقات مسكينه حوالي 6 شهور 7 شهور حتى ربوا عليها الكبده، ولاو كيخرجوا في الويكاند كيخرجوها معاهم، ولات وحده منهم، وهي فيها الحياه وفيها الصلاه وفيها العباده. لكن واحد اللحظه مرضت، داوها الطبيب لقاو عندها ليباتيت سي، وهذاك المرض معدي، خافوا الناس على الوليدات. سمعتهم في غرفه النوم الرجل والمراه كيقولوا هذه دابا غنخلوها هنا عندنا والولاد غادي يمرضوا وغيديروا كذا. في الصباح مع الفجر فقط قبل ما يفيقوا هما كتبت رساله قالت لهم كنشكركم على كل ما قدمتموهم لي، هزات الباليزه وخرجت ولم تعود. والراجل مسافة خرجت شك، قال ربما هذه 7 شهور كتمثل علينا، ياك ما سرقت شي حاجه. قلبوا جميع الممتلكات ديالهم، لقوا حتى حاجه ما تهزت نهائيا، وانما انسانه مشرده طيبه القلب فيها الايمان واليقين، ولكن عند قسوه الحياه. ودابا كنتمنى تسمعني، قلت القصه ديالها، كنتمنى تسمعني باش لا كانت تسمع ترجع عندنا الاذاعه، ندقوا الشباب من الابواب، ولعل ربي عز وجل يجيب لنا الشفاء، نتبع طريق العلاج او غير ذلك. فاسال الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي قال لنا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، اللهم يا ربي الهمنا جميعا ان نتعاون على البر والتقوى، اللهم الهمنا ان نتعامل على المحبه والموده، اللهم اجعل القوي منا ياخذ بيد الضعيف، اللهم يا رب يا كريم بارك لنا فيما رزقتنا، وارزقنا حلالا طيبا، واصرف عنا الحرام، وارزقنا ان ننفق اموالنا لفائده عبادك الضعفاء والمستضعفين والفقراء، اللهم يا رحمن يا رحيم وارزقنا الاخلاص في القول والعمل حتى تقبض ارواحنا وننتقل اليك وانت عنا راض غير غضبان، امين امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.